طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نبدأ من محافظة البصرة وما يحدث فيها من قمع للمتظاهرين، حيث أكد ناشطون في محافظة البصرة استشهاد متظاهر وإصابة 5 آخرين بنيران القوات الحكومية والميليشيات خلال قمعها للتظاهرات التي خرجت في ساحة البحرية وسط المدينة. الناشطون أكدوا اعتقال القوات الحكومية عشرات المتظاهرين خلال ملاحقتها لهم في شوارع المدينة، متهمين محافظ البصرة أسعد العيداني باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين. هذا وأظهر مقطع مصور تناقله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي الشهيد عمر فاضل الذي قتل خلال تظاهرات البصرة المطالبة بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية والفساد. نشوف هذا الفيديو. يا شعب العراق العظيم، هذا الشاب عمر فاضل شهيد البصرة اليوم 6/11، تمام؟ هاي ملكيات عمر كلينس و 22 ألف وهويته. هاي اليوم مظاهرات البصرة، هاي حكومة أسعد العيداني وعصابات أسعد العيداني. شوفوا هذا الشاب بعمر الولد راح شهيد اليوم. نشوف مقطع آخر لنقل جثمان الشهيد عمر فاضل إلى الطب العدلي في محافظة البصرة. يعني ما زالت لغة القتل والقمع والتخوين مستمرة، حتى يعني هناك من كان يعول على مصطفى الكاظمي ويوميا ما شاء الله، ومع الأسف يعني آلة القتل والاختطاف مستمرة، والرجل لم يستطع أن يقدم أي شيء، لا القتل إلى القضاء ولا أن يكشف من هم المتورطين بعمليات الاغتيالات والقتل. وهي قوات دعت تقتل بالناس وقمع عين عينك وقتل وجرح للمتظاهرين السلميين في محافظة البصرة وفي المحافظات العراقية الأخرى. معنا شاكر من بغداد، تفضل شاكر.
السلام عليكم استاذ وعليكم عمر. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. هيا لك ولكادة قناة الرافدين الرحمة والخلد للشهيد البطل عمر فاضل الذي استشهد في محافظة البصرة على يد القتلة والأحزاب المجرمين. الله يرحم جميع استاذ عمر، الشهداء هاي مو العراق. أول مرة ولا آخر مرة. نعم. هاي مرات، هاي من بدأت ثورة تشرين إلى يومنا هذا وتعدت السنة تقريبا شهر أو شهرين، هذا القتل ما إلى أول ولا إلى نهاية، ولا أول مرة ولا آخر مرة. والسياسة اللي تبناها مصطفى الكاظمي هي نفس السياسة اللي من قبله هذا عبد المهدي، يعني هم أستاذ عمر كلهم رحم واحد. نعم. هم من اللي جابوا من مذبحتهم؟ جابتهم الأحزاب، هو من رحم الأحزاب. وجدنا نعم. قبل دقائق جتني معلومة، يعني اتصال من ساحة التحرير من بغداد. يقول والله يا أخي قبل ساعة أو ساعتين طعن أحد الناشطين البارزين في ساحة التحرير، قبل ساعة طعن في ساحة التحرير ناشط بارز من الناشطين من ثورة تشرين اللي ما تنادي خير الصوت المظلوم. فيا استاذ عمر، الاخ الشهيد البطل عمر فاضل واللي قبله صفاء واللي قبله عبد الصمد واللي قبله الاخت ريهام، نسال الله عز وجل لهم مثواهم الجنه. امين. هي مو اول مره استاذ عمر. احنا ذولا ما في، ما ينفع بيهم لا ثوره سلميه ولا يسمعون كلام مواطن عراقي ولا يسمعون كلام الثوار. ذولا استاذ عمر ما يفيد بيهم، ذولا هسه حاليا عندهم القال، قال ترامب وقال بايدن، قال ترامب وقال بايدن، يا اللي يفوز ويا اللي يخسر. ذولا ما يهمهم الدم العراقي، ما يهمهم اي دم عراقي ولا يهمهم الشعب العراقي خلاص. لان ذولا مو عراقيين. لو عراقيين كان احتاروا بوطنهم، كان احتاروا بسيادة الوطن. نعم. وحقنوا دماء المسلمين، دماء العراقيين الشرفاء. نعم. ذولا مو عراقيين، ذولا مسلمين من ايران. اولا مصطفى الكاظمي على اساس الشرعيه ما يعرف من اللي يقتل من وراء هؤلاء اللي يقتلون بالثوار، والله يعرفهم لكن ما يقدر يسولف. اسكت عني واسكت عنك استاذ عمر. نعم. اسكت عني واسكت عنك. نعم اخي شاكر، انا اشكرك. شاكر من بغداد كان معنا اتصال عبد الرحمن من بغداد. اخي عبد الرحمن، ما زالت آلة القتل مستمرة بحق المتظاهرين السلميين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بس أنتظر إنه البرديت يشوف نهاية الكاظم وين. أول ما طلع وصرح وعودات وإن شاء الله راح ننفذ مطالب المتظاهرين وإن شاء الله. إحنا بس نريد إنه يطلع، يا أما يقول يابا أنا راح أطلع أنزلكم باكر مطالبنا، تمام؟ يا أما يقول أنا خضعت قوة الأحزاب وما أقدر أسوي شيء، تمام؟ يعني هاي صار تقريبا شهر كامل مسلسل القتل والاغتيال والخطف ما سكت. تمام. هذا اليوم فترة حكم الكاظم، تمام، معناته هو المسؤول، يعني هو المسؤول من قبل فترة كلش طويلة، بما انه نعرف انه الكاظمي كان رئيس المخابرات العراقية وهو عنده كل مستمسك ودليل على كل قضية تصير بالعراق، على كل عملية خطف، تمام، فمعناه هو يعلم كل القضايا اللي دخل. زين، فهذا السكوت اللي يثبت لنا احنا كمتظاهرين، يثبت لنا انه هو خضع لقوه الاحزاب. زين، وده يثبت لنا انه هو ايضا الى عيد قتل الشباب. ومثل ما نشوف اليوم عمليه الاغتيال اللي صارت على صريع محمد القاسم لاحد الناشطين، تمام، من ساحه التحرير، ولحد هذه اللحظه عندي احتجاج مقابل ساعه استشهد البطل عمر من محافظه البصره، تمام. نعم. وهذا اللي يثبت لنا انه هو خلاص خضع من قوه الاحزاب. نريد نعرف وين تاديتها، يعني هاي احنا صار لنا سنه وما يقارب شهرين احنا نفس هذا المسلسل، يوميا نط شهيد، يوميا نخسر صديق، يوميا نخسر صديقه، تمام،
على مود هذا الشعب. اريد اعرف انه عقنا من هسه حتى عقنا من الكاظمي عقنا من الحساب. اريد الشعب شو وقت يصحى تمام؟ نعم. شو وقت يباوع للوضع اللي احنا فيه تمام؟ يعني اليوم احنا ننقتل ونموت والشعب نفسه يتشمت بينا. يعني اليوم احنا بحاجه صراحه انه محتاجين نصلح الشعب قبل ما نصلح الحكومه تمام؟ يعني اليوم ما يقارب 38 مليون هم اللي فقط يعني طلع فد بالزايد طلع لك فد مليون او اقل من مليون اللي طلع على التظاهرات زين. ذول المليون طلع منهم فد الف ذول استشهدوا، طلع 25 الف ذول جرحى وقعوا بالبيت زين، طلع لك فد الف ذول جرحى ومختطفين ومعتقلين، وقالك عدد قليل زين، وهذا العدد قليل منا تهدد ورجع للبيت بعد ما يقدر يوصل الساحه. بقوا ذول اللي بيهم الف او الفين واحد يعني من هذا الشعب كله تمام. اذا عندك انت اتمنى مع الجهد يتبعون الثاني زين، يا بي معود قال يا بي طلعوا زين، ما حط علينا خاف على مصالحهم. عندك ما اعرف يمكن ثلاثه او اربعه يتبعون هذا المنغولي مقتدر زين، عندك ما اعرف ايش قد يتبعون هذا العامري غيره يتبعون هذا قيس الخزعه. يعني هم قسموا الشعب دمروا دمار، خلوا الشعب بيناتهم يذابحون زين. اليوم الشعب بيناتهم يذابحون زين، هاي الامبراطوريه الايرانيه اللي رادوها، فالى متى يعني حنبقى على هذا الحال؟ زين ايش وقت الشعب يصحى؟ ايش وقت يصير براسنا خير؟ ايش وقت نرتاح يا اخي؟ والله تعبنا، والله متنا قسما بالله متنا بعد هذا الوضع اللي احنا فيه، بعد ما ينطق ابد زين. الى متى؟ قسموا الشعب تقسيم زين، نص المقتدى نص قيس الخزعلي نص الهادي العامري نص الثاني نص ما اعرف الا نص هذا زين، ويضحكون عليهم انه احنا ساده واحنا نريد الخير للعراق واحنا وطنيين واحنا كذا وكذا، ويضحكون عليهم هاي الاعمامه اللي لابسيها عماله رسول الله زين، ويضحكون على هالشعب احنا نفيدكم واحنا كذا واحنا كذا، بس امشوا ورانا وطيعونا وهذا زين. اخي الى متى يعني زين؟ صار عباره عن عصابات وقاتل ومقتول زين؟ نعم قاتل ومقتول. اليوم شنو تباوع بالدولة أكثر النواب زين، وأكثر الناس اللي صاحبين السلطة بالدولة أكثرهم هم ترى حتى ما متخرجين. نعم أخي عبد الرحمن، أنا أشكرك عبد الرحمن بغداد. كان معنا أبو سمية من الأنبار، تفضل أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لكم ولقناتكم الكريمة. يا هلا بيك أستاذ عمر. أردت في هذا الكلام أن أناشد المتظاهرين أن يسموا أعمال الحكومة تجاه المتظاهرين بالقتل العمد أن يسموها جريمة إرهابية، لأن هذه الأعمال لا تفرق عن الأعمال الإرهابية شيئا. فلماذا عندما ترتكب فئة معينة جريمة قتل تسمى إرهابا، لكن عندما ترتكب الحكومة جريمة نفس هذه الجريمة لا تسمى إرهابا، فهذه تسمى ازدواجية. فعلى المتظاهرين أن يرفعوا شعار تسقط الحكومة الإرهابية، هذا الشعار الأول. طلبي الآخر لكثير من الناس من عوائل الشهداء عندما يتكلمون عن المغيبين والمفقودين والشهداء يتكلمون يناشدون الحكومة، نناشد السيد الفلاني والسيد العلاني. أقول لهم لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هذه الحقوق لا تنتزع من هذه الحكومة الفاسدة، هذه الحقوق لا تنتزع ممن قاموا بالقتل والتغييب القسري. ويصدق عليهم قول الشاعر: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. وشكرا جزيلا. شكرا أبو سمية من الأنبار. كان معنا محمد من هولندا، تفضل اخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا بك. تحياتي عمر الشادي. الله يسلمك ويخليك. يا هلا عمر، يعني اطلق لها الشيء لا خوف ولا وجل، هذول ما ينفع بهم سلميه عمر. شنو الفرق بين عادل عبد المهدي والكاظم؟ الكاظم يتفوق على عادل عبد المهدي بالاسلام، قام يخطف النساء العراقيات ما يصدقهم وصلحهم وصورهم من ضمنهم ماري، سمعت ضحية ماري طبعا. نعم. أنا أكبر فضيحة عليه يعني قتل مستمر، فما في فرق يعني تتغير الوجوه والشعار واحد.
هذول ما ينفع يوم سلمية على الدولة، لأنه هو دورة مسلحة ما يعرفون الحكم إلا 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 سحب. إذا شوف الشهداء قاعد توقع يوم يوم بعد يوم يقتلون بالناس بدم بارد والنساء وماكو حل، وراح يبقى طبعا مسيرة الاغتيالات من عصابات إيران والكاظمة. إذا ما تكون ثورة مسلحة ماكو حل عمر. يقولون في حرب أهلية، لا مو حرب أهلية، حرب الحق ضد الباطل. هذول ما يجيبهم أنا برأيي إلا ثورة مسلحة عمر. القتل مستمر والاغتيالات مستمرة والفساد مستمر، والاغتيال راح يبقى مستمر برأيي إذا ما تكون ثورة مسلحة عمر. هذا رأيي وما في عليكم. تحية لكم. حياك محمد من هولندا. كان معنا أحمد من السماوة، تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول شنو ذنب هذا الشهيد التي قتل وقمح بيد هذا الجيش الفاسد هذا؟ ما كل ذنب التي قمح العديد من أبناء شباب أهل البصرة وبقية المدن الأخرى؟ شنو ذنب الشهداء اللي تفقر في البطنة وفي المدن الأخرى؟ ما كل ذنب هذه فواحش مجرمة. الله كل قائد جيش الفاسد ناظر دولة جلالة كلهم هم فواحش مجرمين وغار دولة. لا يمثلون الشعب العراقي بصنع، دولة يمثلون اللي أجابوهم وطولوهم، هو الاحتلال الغاشي لا أصل ولا أصل، هو والميليشيات الإيرانية والأحزاب الغاشمة اللي طولت هالميليشيات اللي قتلت المتظاهرين منذ بداية الثورة لحد الآن. جلالة قتلت الصحفيين واحتجت على الأقضاء في بغداد والمحافظات. يا هذه الميليشيات وهذا الجيش لا نريده، هذا أخويا أسمع الشعب قتل الشعب العراقي، لا نريد أكثر عناصره العسكريين. الله وزعت الكاحلين والسجين وطغان جمل أمثال أمثال الحزب الشعبي والميليشيات الأخرى، أكثرهم مرتدين وطغاة وفجار. الله وزعت إخياعي وطغان. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أحمد من السماء وكان معنا. طبعا نشوف مقطع آخر، مقطع محزن لوالدة شهيد البصرة لهذا اليوم عمر فاضل، وهي تبكي ولدها الراحل الذي قتل على يد القوات الحكومية والميليشيات في قمعها للمتظاهرين السلميين في محافظة البصرة. نشوف هذا المقطع. معنا اتصال أبو عبيدة من الموصل، تفضل أبو عبيدة. أبو عبيدة تسمعني؟ نعم أسمعك. تفضل عيني. ألو. أسمعك عيني، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. عسى الله يرحم الشهيد عمر وتقبل مثواه الجنة إن شاء الله. آمين، يرحم جميع شهداء العراق. اكو بيوتات بس اريد اقولها انه حتى تصل هذه عباره للحكومه حتى للكل تفهمها. نعم. تقول الا يا نائم الليل كيف المنام يطيب، تغربت عن اهلي فطالت غربتي، فيا اسفي على الدنيا اموت غريب، اموت ولم يدري اهلي في موتتي، ولكن تصريف الزمان كان عجيب، اريد ان يكون حفار قبر والدي لا يكون غريب، وشيال نعشي شقيقي وخياطة كفني شقيقتي لتبكي علي عوض الدمع دما سكين، قل ألا يا قلب لا تبكي ولا تشتكي لأن رسول الله انتقل قريب. قل هل أخذت من مال الدنيا شيء؟ لا والله سوى القطن والكفن. يا أخي العزيز أستاذ عمر، شوف هذه حالة الأم اللي بعد تبكي على ابنها وضناها، كيف آلاف الناس اللي بعد تبكي أكثر، إيش قد ناس تغيبت، إيش قد ناس راحت، إيش قد ناس شالوغة وما حد يعلم من أهلهم، لأن هذا المسكين هذا انضرب في أيام مباركة، أيام جمعة فضيلة انضرب، لأن اهتموا بي ما حد اهتم بي، من الشعب أهله المهتمين بي ولا حد عايش شنو، ها تروح ميليشيات تجي ميليشيات غيرها
مهتمين، بس قال انه تايريد يدعمون ايران بهالعمليات الانتخابيه لامريكا. الله لا يوفقهم على الوضعيه هاي، الله لا يوفقهم لا دنيا ولا اخر. يعني هالبشر هذا هيك عندهم رخيص رخيص هذا؟ ايش قد ناس اكو ناس عند الراحه، ايش قد راحت بساحه التحرير، وايش قد راحت بغير وغير. احنا ما نحكي بس عن المغيبين والغير والمعتقلين، هذه كلها ولد ابو الجنوب ابو الشمال ابو الوسط ابو الكل، هذول ولدنا. الماشي لغير توشيمته على عربيته لا بارك الله بي. نعم. فكيف هسه هذا مصطفى الكامي رايح الطياره وجاي الطياره وقال لنا فتحت شنطه ويرقد ضحك على الناس، هاي الخطير راحت. بارك الله بكم استاذ عمر. شكرا ابو عبيده من الموصل كان معنا. ابو راشد من عمان تحيه لك اخ عمر. حياك الله يا اهلا بك. الله يسلمك. طال عمرك الشهيد رحمه الله عليه هذا تحمل مسؤوليه بعض الشعب العراقي اللي انتخب هذه الحكومه الفاسده خلال 18 سنه الماضيه. طال عمرك كل الانتخابات مع نفس الوجوه هم اللي ناجحين في الانتخابات، في سبب بعض الشعب العراقي اللي كان مساعد الحكومه الفاسده. وشكرا يعطيك. شكرا الله. ابو راشد من عمان كان معنا. خلونا نشوف جانبا من قمع القوات الحكوميه وتفريقها للمتظاهرين في ساحه البحريه في محافظه البصره، وكذلك منعها للمتظاهرين من نصب الخيم. نشوف المقطع. لا حد يركض، لا حد يركض، لا تركضون. هاي ناس مصافة. ها ها قدموا فيني. كذلك هناك يعني مقطع فيديو تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي، قيل بأنه لوصول تعزيزات عسكرية إلى محافظة البصرة مع قمع المتظاهرين السلميين ومقتل أحد المتظاهرين وهو الناشط عمر فاضل وجرح 5 من المتظاهرين. خلونا نشوف هذا المقطع اللي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي الذي قيل بأنه وصول لآليات عسكرية إلى محافظة البصرة. معنا اتصال حسين من بغداد، تفضل اخي حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا الاحداث اللي تعلمنا عليها وهي قمع المتظاهرين والقتل والاغتيال والخطف، بالتاكيد احنا نقول اي حكومه تفقد شرعيتها عندما تقتل مواطنيه. اليوم التظاهرات يعني رجعنا على المربع الاول، اليوم عندنا شهيد عمر فاضل في البصره، ولدينا محاولة اغتيال المتظاهر يعني الاستاذ غازي، والان حالته طبعا جدا خطره في بغداد. وهذا يدل بأن هذه العقلية هي لا زالت هذه العقلية وهذه الحكومة هي من رحم هذه الأحزاب. هذه الأحزاب لا تعرف إلا لغة الاغتيال والقتل والخطف. اليوم الشعب العراقي وبالتحديد الشباب العراقيين يعني هناك قمع، هناك جرائم في امام كل المنظمات المتحده وكل الدول الراعيه لحقوق الانسان، وكذلك للراعيه لكلمه الصوت الحر. اليوم
يعني لدينا الكثير من الأساليب التي شهدناها بالعام القادم في حكومة عادل عبد المهدي تعود من جديد. هذا يدل بأن هناك هذه الأحزاب وهذه الحكومات لأنها لم تتحقق عندما تم قتل أكثر من 800 شهيد والكثير من الجرحى والمصابين. هذه الحكومات لم تتحاسب، لم يكون هناك أي يعني شخص تقدم إلى القضاء، وهذا يدل بين هذه يعني منهج اللا قانون ومنهج اللا دولة بمواجهة مطالب حقيقية. ثورة تشرين هي مطالب مطلبية حقيقية، ولكن من يواجهنا هم اللا دولة، العقل الذي دائما يفكر بالاغتيالات والقتل وتكميم هذه الأصوات الحرة العراقية اللي تريد وطن، تريد وطن خالي من الأحزاب، الفساد والكساد. نعم، ولكن لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم أخي حسين، أنت كناشط من العاصمة بغداد، شو تشوف هذه عمليات القتل والقمع المستمرة؟ وهناك من عول على مصطفى الكاظمي طبعا من المطبلين، شو شوفه يعني؟ أليس من باب إيقاف هذه التظاهرات لو من باب جر المتظاهرين إلى 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 طرق أخرى؟ طبعا هي أنا قبل قليل تكلمت. أي حكومة تتعامل مع التظاهرات بمنطق العنف ومنطق الاغتيالات والقتل، اليوم الحكومة هي تتحمل. اليوم المتظاهرين هم سلميين، احنا نشوف كل ما يعني تكون تظاهرة المتظاهرين هم يعني رافعين الأعلام العراقية وهم ينادون بالسلمية. فهذا المنطق هو يدل على أن تكميم الأفواه بمنطق اللي احنا سميناه لا دولة. اليوم هذه الجرائم يجب أن تكون هناك محاسبة دولية لهذه الجرائم. اليوم احنا دنشهد اليوم احنا كمتظاهرين ومواطنين عراقيين هناك يعني منهج اليوم بدون أي خوف ولا يعني محاسبة، يقتلون الشباب بدم بارد. إذن اليوم احنا في ظل حكومة لا تحمي المواطنين، وفي ظل انفلات حقيقي أمني وأحزاب بالتأكيد يعني يحمون مكتسباتهم الحرام بكل الطرق، إن كان اغتيالات وإن كان خطف وإن كان كل أشياء اللي احنا نسميها ضد الإنسانية وكذلك ضد المواطنة. اليوم احنا بالتأكيد حكومة الكاظمي تتحمل ما جرى اليوم وتتحمل ما جرى الأمس، لأنها لم تفتح ملف ثورة تشرين وسوفت هذا الموضوع واعتبرت من قتل الشباب 800 شهيد في حكومة عادل عبد المهدي أبرياء، وحملت المتظاهرين التحرير وقمعت تحت التحرير، واليوم يعني واليوم يعني قد يعني رجعوا على هذا الأسلوب الدموي، الأسلوب القمعي بتكميم الأفواه في تارة في اغتيال وتارة أخرى في يعني قتل مباشر. أنا أشكرك أخي حسين من بغداد، كان معنا من بغداد كذلك أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أخ عمر؟ يا هلا بك، تفضل. عندي رسالة إلى هذول القادة العسكريين وشيوخ العشائر. نعم. عندي رسالة. تفضل. أسمعك أخي أبو عبد الله، نص التلفزيون الله يخليك للأخير. تفضل، أنت على الهواء مباشرة، نص التلفزيون. هذول ما يحسون على شعبهم، ما عندهم غيرة، ما عندهم شرف، ما يشوفون هذول الشباب ينقتلون يوميا وهم ساكتين. نعم. شو وقت يحسون هذول قاعدين شادين هالرتب هاي؟
وهذول رؤساء العشائر قاعدين بالدواوين بس يضربون قهاوي وجقاير ويباعون على التلفاز وساكتين، ما عندهم غيره هذولا، ما عندهم شرف، ما يحسون على شعبهم. مباشر الله سبحانه وتعالى يحاسبهم. وين يروحون من الله سبحانه وتعالى على الظلم هذا؟ نعم. وأنا أشكرك. شكرا أبو عبد الله من بغداد كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال مازن من ديالى. تفضل مازن. مازن تسمعني؟ مازن، يبدو ان فقدنا اتصال مع مازن من ديالى. اذا اليوم قتلت القوات الحكوميه والميليشيات متظاهرا سلميا في محافظه البصره واصابت 5 اخرين وسط وصول قوات حكومية إلى البصرة وتفريقها للمتظاهرين ومنعهم من نصب الخيام بساحة الاعتصام. خلونا نشوف المقطع الفيديو لاستشهاد الناشط عمر فاضل في محافظة البصرة مرة ثانية. هذا الشاب عمر فاضل شهيد البصرة اليوم. اليوم 6/11 تمام؟ هاي ملكيات عمر كلينس و22000 وهويته. هاي اليوم مظاهرات البصرة، هاي حكومة أسعد العيداني وعصابات أسعد العيداني. شوفوا هذا الشاب بعمر الولد، الولد راح شهيد اليوم.
معنا اتصال مازن من ديالى يعاود الاتصال بنا. تفضل مازن. مازن تسمعني؟ مازن هناك مشكلة في الاتصال مع مازن من ديالى. يعني مثل ما شفنا المقطع صراحة مقطع مؤثر. هذا الشاب المتظاهر الناشط من محافظة البصرة عمر فاضل اللي استشهد اليوم يحمل بجيبه 22,000 دينار، يعني حتى أقل من 20 دولار، أقل بكثير، وهويته بس اللي شايلها، ما شايل لا سلاح ولا شايل أي شيء. طلع هو وزملائه يطالبون بحقهم، يطالبون بكل حضارية. طلعوا بتظاهرات بشكل حضاري بشكل سلمي، طلعوا يطالبون بحقهم ويطالبون بالكشف عن قتلة متظاهري ثورة تشرين وبتحقيق مطالب ثورة تشرين، ولكن مع الأسف تبقى هاي الأحزاب تنصب اللي تريده واللي ينفذ أوامرها، إن كان مصطفى الكاظمي ولا قبله ولا قبله ولا قبله، هم من نفس المدرسة ومن نفس الفكر اللي يخدم مصالحهم، متشلبين بالسلطة. صدعوا رؤوسنا بأنه إحنا جينا حتى نغير النظام الدكتاتوري، طلعوا هم أكثر دكتاتورية من كل الدكتاتوريات اللي تشوفها، لأن النظم الدكتاتورية اللي شفناها واللي قرينا عنها مشلب هو بالسلطة رجل واحد وحزب واحد. الجماعة لا، غلفوا هذا الفكر الاستبدادي والمدرسة القتل والتخوين والاختطاف والاغتيال وقذف الأعراض، بأنهم ناس جايين بطريقة ديمقراطية وبطريقة تعددية وحرية وإلى آخره، ولكن الأمر كله كذب. وإحنا دا نشوف الأمر بالعراق مو من باب أنه إحنا حتى نخلي الصورة سوداوية، ولكن مع الأسف هو هذا الوضع. يعني اليوم أنت إذا شوف جانب واحد من الجوانب هو موضوع الرواتب، من حق كل عراقي موظف يطلع يطالب بحقه وبراتبه، يجي يقول لك والله احنا عندنا ازمه ماليه، والله مشكلتكم انتم، يعني صار لكم انتم 17 سنه واحنا داخلين على 18، شنو اللي قدمتوه؟ هل هذه المليارات او مئات المليارات من الدولارات صرفت على الخدمات، صرفت على الشوارع، صرفت على المستشفيات؟ هاي البصره اللي هي بها ثلثين نفط العراق، شبابها يعاني من البطاله ومن الفقر ومن التهميش، مي حلو ما عندهم، كهرباء ما عندهم، مستشفى البصرة معروفة بأنها من أعلى المعدلات بالإصابة بالسرطان، ما سووا لهم مستشفى للأمراض السرطانية في هذه المحافظة الغنية اللي تستاهل كل خدمة من قبل أي حكومة تجي، ولكن هذا حال البصرة، فكيف الحال بالمحافظات الأخرى؟ ولما يطلعون شبابها بكل طريقة حضارية وسلمية للتظاهر يقمعوهم يقتلوهم ويخونوهم ويطلعوهم دولة جوكرية. أنتوا الجوكرية، أنتوا اللي جابوكم الأمريكان ونصبوكم في هذا البلد، وما زالوا الأمريكان والغرب يدعمكم في هذه العملية السياسية البائسة التي جلبت الخراب إلى العراق وإلى العراقيين. معنا اتصال علي من بغداد. تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي عمر؟ أهلا بيك. الله يسلمك ويخليك. تفضل. شكرا لقناتكم الموقرة تحت الفرصة. نعم. ممكن أشارك بلا زحمة؟ تفضل عيني، تعال الهواء مباشرة. أنا راسي عموري. دائما اللي يتصل لازم يحكي موضوع يفيد مصلحة العراق. فاحنا شلون بس نصيل التلفزيون للاخير؟ نصيت هسه تسمعني واضح؟ تفضل. تفضل لك. بالنسبه لموضوع تاخر الرواتب مثل ما يقولون السياسيين، صح ولا لا؟ اذا نجي نحسبها في الاقتصاد العراقي او نحسب الواردات والصادر ومبيعات النفط، فنلقى ان ماكو اي عجز مالي مقارنه ويا الارقام اللي يقولوها، صح ولا لا؟ على سبيل المثال
وارداتنا او صادراتنا من النفط اللي هو النفط يعني صادرات طاقه فقط، صادراتنا من النفط تقدر ب 4 تريليون دينار عراقي، يعني مثل ما يقولون هم الارقام. نعم. يعني هذا كلامهم هم الى جانب بوكم. 4 تريليون هذا صادرات العراق من النفط شهريا. يس. طلع وزير الماليه بنفسه قال احنا نحتاج لنا 7 تريليون لسد عجز الرواتب، يعني يسددون رواتب الى جانب الاموال اللي ينطوها يعني الرواتب وغيره وغيره من المخصصات الماليه، والى جانب رواتبهم هم كسياسيين. نعم. قبل فتره طلع او مو قبل فتره البارحه طلع وزير الماليه اللي خلوه كانما يعني هو وزير مستقل تكنوقراط مثل ما يقولون. طبعا كل الحكومات اللي هسه انا اجت استلمت كلها نفس ستيفن ارشيف ساكي لحد الان، هاي الاول عن الثاني. المهم نعم كان يقول اذا يصادقون على قانون الاقتراض اللي هو قيمته 41 تريليون يقدر يسد العجز كله، يعني احنا عجزنا 3 تريليون حتى ما يقولون هم، يعني هذا كله عجز ترى كله مو صحيح نهائيا. يستقبلون 41 تريليون زين اللي 38 تريليون ورقته. جاي تلاحظ استاذ عمر؟ نعم. جاي تلاحظ هذا الارقام اللي يعني الارقام او الاموال اللي يبوقوها. تخيل يعني ايش قد هذا شيء بسيط مقارنه هي النفط اللي منظمه اوبك تستورد لازم خد حددت ان العراق مثلا يصدر لها اقل ال 4 مليون برميل، ومية منتج فوق ال 4 مليون برميل. زين اللي البراميل يعني او النفط فوق ال 4 مليون برميل هذا كله وين يروح؟ نعم تخيل يعني شلون تلقى لنا شاره هذا البلد؟ نعم شلون تلقى له حل؟ مستحيل مع الاسف هذا الوضع اللي وصلنا اليه بسبب هذه الاحزاب الفاسده. نعم اللي حد هاي اللحظه لا تقول لي يجي رئيس وزراء يقول انا مثلا احل هاي الازمه، مستحيل ما يحلها لو يجي ما اعرف منه. نعم أنا أشكرك أخي علي من بغداد كان معنا مصطفى السيد من مصر. تفضل مصطفى. عليكم أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. أهلا بحضرتك. اسمح لي أولا أترحم على أرواح الشهداء الرحمة والمجد والخلود لشهداء العراق والأمة العربية، وندعو الله عز وجل بالشفاء لإخواتنا الجرحى والإفراج لإخواتنا الأسرى والحرية للأمة العربية بالكامل. أما سيدي بالنسبة للمجرم ما يسمى مصطفى كاظم الجبان القاتل الإرهابي، هو نفس مسلسل عادل دوية المجرم ونفس حيدر ونفس الهليكة ونفس الموالي. عمي القتل يا عمي أصبح عين عينك علنا بدون محاسبة بدون مساءلة ولا حياة لمن تنادي، والمجتمع الدولي ساكت عليهم يا عمي متواطئ معاهم. فهي الحرب يا عمي حرب إبادة على العرب مع الأسف الشديد، اللي بيقتل عربي واللي بيدعمه فارسي وصهيوني وأمريكي، واللي بيقتل أخوه العربي عربي عربي زيه. هي دي البلوى، هي دي القصة. فالحل يا عم هو الثورة، ثورة يا عم الشعب كله يطلع يا عم يساند بعضه، ونخلص يا عم من المهزلة والفضايح اللي احنا فيها دي. وعاش العراق وعاشت الأمة العربية حرة أبية وأنا عشت فيها. أشكرك أخي مصطفى السيد من مصر كان معنا. أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. أهلا وسهلا بك، تفضل أخي. وحي الله قناة الرافدين والرحمة على شهداء ثورة تشرين البطلة. آمين يا رب العالمين. آمين. أستاذ عمر، إحنا بالنسبة في ظرف إحنا 17 سنة اللي يمر به العراق والمشاكل اللي شافها من سلطة الأحزاب وحكومات المتعاقبة، يعني ثبت هي أساسة من الأول. أستاذ عمر هم ما جوي على حب العراق وما جوي تقدم العراق وما جوي على أي بناء للشعب العراقي، وما خلوا يعني على وجهه اللي كان وقدموه، لا بالعكس رجعوا آلاف السنين اللي وراء دلالة عن عمايلهم الشنيعة والعمايلهم الإرهابية اللي بدوها بالطائفية واللي بالاغتيالات
واللي سحق مناطقنا المنتفضة اللي قاموا بها التظاهرات في الغربية وفي ديادة وكافة مهنا الموجودين في الفلوجة. يعني لقينا وشفنا القوات في زمن الهالكي الله يهلك ويهلك كل من اللي عاد العراقيين. يا أستاذ عمر احنا عراقيين ومحبين مع محافظاتنا كلها، بس لكن هاي الحكومة وسلطة العذاب للشعب العراقي ما تفرق لا ابن الغربية ولا ابن البصرة، عادي كل من يعاديها ويوقف أمامها. فإحنا شفنا العداو المآثر اللي صارت مناطقنا الغربية كيف الظاهرة وطلبوا بحقوقهم، طلبوا يعني أمور يعني ما متوفرة لهم، فكيف قمعتهم هاي القوات الهالكي في وقتها ودمرتهم واعتقلتهم وخلوا داعش بصفة أنه دواعش والأمور هذه. فانتهت المظاهرات وراحت العالم وهواية والنازحين، ولحد الآن ما رجعوا لا النازحين ولا رجعوا السجناء اللي اختطفهم هاي وما القوة. زالت مستمرة آلة القتل بحق المتظاهرين السلميين. أنا أشكرك أبو عمر وأعتذر منك لأن عندنا اتصال وما بقى وقت البرنامج. أبو شيماء من بغداد، تفضل أبو شيماء. أبو شيماء تسمعني؟ يبدو أنا فقدنا اتصال مع أبو شيماء من بغداد. خلونا نقرأ رسالة واتساب. يقول السلام عليكم أستاذ عمر، ما يحدث في البصرة هو مخطط من قبل ميليشيات إيران لجر الثوار إلى حمل السلاح ومن ثم تصدر أوامر شرعية لإبادتهم بحجة بأنهم إرهابيون، والواقع يقول بأن الثوار سيفقدون صبرهم في الأيام القادمة إذا استمرت ميليشيات إيران في مهاجمة المتظاهرين وقتلهم محمد. لا إن شاء الله أخي، مثل ما بقى صار لها أكثر من سنة سلمية تبقى سلمية، وهذه يبدو أحد أدوات الميليشيات لجر المتظاهرين السلميين. طبعا الناشطون والعراقيين أطلقوا هاشتاغ على منصة تويتر باسم شهيد البصرة. خلونا نقرأ اثنين أو ثلاثة إذا أكو وقت. مصطفى قال الله يرحمك يا بطل، يقول والله ما بقت عندنا قلوب تتحمل تسمع استشهاد هي الشباب عمر الورد بسبب حكومتنا وأحزابنا السفلة كما قال. أياد قال شهيد البصرة عمر فاضل استشهد قبل قليل برصاص قوات الأمن، خرج يريد وطنا ولم يكن في جعبته إلا بقايا حلم بدلته رصاصة قناص سافل كما قال. هذا ما قدمته حكومة مصطفى الكاظمي للمتظاهرين، قتل وتآمر وخذلان، فماذا ينتظر الشعب لثورته العارمة؟ نعم. إذن استشهد متظاهر في محافظة البصرة وأصيب خمسة آخرون بنيران القوات الحكومية والميليشيات، وآلة القمع ما زالت مستمرة بحق المتظاهرين السلميين إن كان في البصرة أو في المحافظات العراقية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.